ذاتها كافة تحت مسمى استراحة الأبطال، ينظمون حملات إنسانية تطوعية لنشر ثقافة التطوع وتقديم المعونات للمحتاجين، آخرها زيارة إلى دار الأيتام ودار المسنين حاملين معهم هدايا العيد. استراحة الأبطال اسم أطلقه جمع غفير من ضباط القوات الأمنية على أنفسهم، تجمع مختص بالأعمال الإنسانية فقط، ليفاجئوا نزلاء دار المسنين ودار الأيتام في منطقة الصلياخ بزيارة كان ينتظرها المسنون والأيتام، علها تعوض زيارات أبنائهم التي يحلمون بها. تقريبا صار لنا 9 أشهر وفعاليات على مستوى عالي، وكل المحافظات، كل محافظة ضباطها من إلى 1000 إلى 500، إحنا الجروب يجمعنا 15,000 ضابط من الإقليم والغرب والجنوب والوسط تحت مسميات الطائفية والقومية، ولا أنا العراق فقط. عندنا فعاليات كثيرة، قبل في ذاك العيد قمنا بزيارة كسوة العيد في منطقة الأعظمية ومنطقة الكاظمية. يعني احنا لو ما شفنا هيش حالة إنسانية وحالة يرثى لها ما تجمعنا احنا، ومن رواتبنا الخاصة يعني ما عدنا اي دعم. يعني احنا نبارك بهاي الخطوات اللي قلت لك تبث روح الفرح والسرور بنفوسها اولادنا الايتام. من المعروف في ايام العيد ان يتبادل الاهل والاقرباء الزيارات فيما بينهم والابناء لوالديهم وفاء وعرفانا لمن سهر الليالي، لكن في دار المسنين الامر مختلف، فعندما ينكر فلذات الاكباد تضحيات ابائهم ويتركوهم بعد أن بلغ بهم العمر عتيا، ستشاهدهم يصارعون ألم الفراق والوحدة في مشهد يدمي القلوب. احنا بخدمتكم علي ونقدر نقدم لكم بعيوننا والله وقلوبكم بذلك في العالم. هذه نعمة من الله، من نعمة من الله هذه. يعني أنا لما أشوفهم أشوف ولدي بحساب، أنا ولدي خارج العراق، يعني بقيت هنا بحثي. بالمستقبل هنالك مبادرات أخرى في خدمة المواطن حتى نظهر للعالم بأن الضابط العراقي ليس فقط مقاتل شجاع وإنما إنسان رؤوف رحوم على أهل بلده. والله اليوم انخلقت من جديد، والله اليوم كلكم أولادي، والله الحمد لله والشكر يا أم وأبويا. توجد أن هواي حالات يعني مأساوية وللأسف يعود إلى الآباء الأبناء والبنات، ونقول لهم يوم لكم ويوم عليكم، ومثل ما يعني شلون مثل ما أنت هسه اليوم رميتي أمك بالشارع وباشر بنتش حترميش نفس المكان. القائمون على دار المسنين طالبوا بالمزيد من الاهتمام بالدار وتوسعته خصوصا، وأن أعداد المسنين الذين يبحثون عن ملاذ يأويهم في زايد مستمر حاملين معهم قصصا مأساوية مختلفة. استراحة المقاتل العراقي تختلف عن كل استراحات مقاتلي العالم أجمع، كونها تستثمر في واجب إنساني متمثل بتفقد الأيتام والمسنين وإدخال الفرحة في قلوبهم ورسم الابتسامة على وجوههم، فأخلاق أبطالنا هذه ما هي إلا دليل على نبلهم وعطائهم. من بغداد جابر جمال، قناة رشيد الفضائية.